من قلب متحف جمال عبد الناصر الله يرحمه، يستضيفنا الدكتور خالد عبد الناصر حفيد جمال عبد الناصر الله يرحمه. طيب أنا مش دكتور واسمي جمال. جمال عبد الناصر. طيب نود منكم تصريح للمغرب كله كريم. الشعب المغربي ما بنشوفش منه غير طيبة وخير، وأنا ما مرتش على المغرب قبل كده، بس مرحبا بك. من كتر ما بشوف مغاربة كلهم طيب ومتمسكين بالعروبة أصبحت يعني أحب إن أنا أروح المغرب، وأحب إن أنا أشوف الشعب المغربي وأعيش مع الشعب المغربي وعاش الشعب المغربي والشعب المصري. نحن من هذا المنبر نوجه لك الدعوة مرحبا بك في المغرب. الله يخليك.